السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وين ما تكونون تشوفون شاشة تلفزيون قطر. نبدأ معاكم برنامجنا في الضحى مثل ما عودناكم، يمكن من منذ انطلاقتنا بالصورة الجديدة إلى اليوم. إحنا كل يوم الصبح في هذا الوقت نكون معاكم مواضيع جديدة بأفكار جديدة بمبادرات، نتكلم عن كثير من الأشياء اللي تخص المجتمع، نتكلم عن الأسرة القطرية، الأسرة العربية، الأسرة المسلمة. وين ما تكونون نقول لكم صباحكم سعادة وخير يا رب. صباح الخير. صباح الخير عليك الزميلة حنان وعلى كل من يشاهدنا. أكيد صباح الطاقة، صباح الأشياء اللي تتجدد معانا مع بداية كل يوم. نحن نحاول ما نهدر الطاقة، نحاول نستغلها بشكل جميل ومثمر، ونقول اللهم أيام ميسرة أيضا وقلب مطمئن. هذه الأيام تحتاج منا نحن نفكر بشكل مختلف، نفكر بشكل يضيف لنا لا علينا. بالتأكيد مو بس هذه الأيام، طول الأيام إحنا نفكر بشيء إيجابي، نخطط أهدافنا، لأن الحياة ما تمشي بالبركة مثل ما دائما يقال أو يشاع، ما تمشي بفوضوية. لازم نكون إحنا مرتبين لأمور حياتنا، مثل ما أنت ترتب حياتك على الشيء اللي أنت تحبه، تجذب الأشياء اللي أنت تحبها، تمشي حياتك مثل ما أنت تخطط لها. وهذا هو الذكاء فعلا. إذا كنت تمر في فترة قد تكون صعبة عليك، شلون تسهلها بإرادتك، بقوتك، بعزيمتك؟ في أشياء أنت ممكن أنك تعالجها بنفسك، يعني أنت من يسيطر والكنترول يكون بيدك. أحيانا المبادرات الإنسانية أو عمل الخير أو الصدقة أو دفعة البلاء، أي كان، هذه الأشياء تجلب السعادة. بما أن احنا في فصل الصيف، بتلاقي الكثير من الحيوانات محتاجة إلى شربة ماي. يمكن الإنسان له صوت لكن الحيوان ما له صوت. ذكرتني في مبادرة فعلا تعود لعام 2016، مبادرة قطاوة، يعني ذكاء فعلا في تنفيذ هذه الخطة. عمل خيري، عمل إنساني من شباب قطري من 2016 لليوم، يبينون لكم شلون ممكن يعتنون بالقطاوة. وعزكم الله أيضا الكلاب إذا كانوا يعانون، يشوفون اللي موجودين في الشوارع يعني يهتمون فيهم أيضا من ناحية النظافة، يعني يهتمون فيهم من ناحية الترتيب، يأخذونهم لأماكن مختصة. سمعت عنهم؟ شو رأيك في الموضوع؟ أنا سمعت عنهم، أعتقد أن لهم حساب على الانستغرام. صحيح. لكن شفت البنات مهتمين بالذات في سن المراهقة، هذا السن، هالجيل هذا اللي أنت فعلا تبي تعزز عنده هذه المبادرات الإنسانية. إحنا اليوم محتاجينها، أي كانت مبادراتنا الإنسانية إحنا محتاجين أن إحنا نقويها عند عيالنا. صح. وحلو بدال ما إحنا نشوف هذه الفيديوهات اللي تأذي فيها الحيوان أو أن تطلع بصورة مو بحلوة أو أنها تضايق، نشوف مثل فيديوهات كيفية الاعتناء فيهم. لاحظت أنا الفترة الأخيرة في السوشيال ميديا أن الكثير من الناس يبدؤون يصورون وهم يحطون الفجر الأكل حق الطيور سواء، أو يحطون الماي. صح. الماي البارد، الماي النظيف. هي. ترى مو بغلط أغير الصحن كل يوم، أغسله وأحط لهم ماي بارد ونظيف. على طاري أجواء الحجر، أنا تذكرت بعد في السوشيال ميديا في واحدة اسمها دانا الحداد قالت من كثر الملل وأنا أحب القطاوة، وهالي ما يحبون يعتنون يعني أنه يدخلونهم داخل البيت، حاولت أنها تخصص مساحة لقطوة وجدتها وين؟ في بيت صديقتها، وقالت أنا بأخذها، واحتنت فيها فعلا، صارت جزء من المكان. وهذا الاهتمام جميل، ليش؟ لأنه ممكن عمل الخير يتشكل في أشياء كثيرة، توفر الخير لغيرك، هذا بحد ذاته عمل إنساني. مو بس يختصر على أيضا على الحيوانات، البعض عنده هوايات جميلة مثل الاعتناء بالأشجار. حتى لو كانت في برا، ممكن أنا أحط لها ماي، هي شيرة طالعة عند باب الحوش، أحط لها ماي، أحط لها شوية سماد، ترى ماي في الأخير بتطلع شيرة حلوة. ها بنت أختي صغيرة ترى ما كملت سنتين، تستانس لما تمسك الماي، هوز الماي وترشه على الشير، فصار بس بدون إسراف. أي طبعا. هو ممكن يكون شيء استمتاع وبنفس الوقت طبعا ترشيد، ولكن يعني استمتاع ويعني يرجع لي منفعة في فائدة ممكن تنعكس على المكان. بالتأكيد محمد، احنا عندنا مجموعة من الأخبار المحلية جهزتها لنا زميلتنا إيمان فايز،
خلينا ننتقل مركز الأخبار. أكيد نصبح عليها بالخير والسعادة. صباح النور والسرور عليكم أنتم أيضا زملائي حنان ومحمد، صباح الخير لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام أينما كنتم تتابعون على شاشة تلفزيون قطر. هذه الجولة الصباحية المعتادة مع صباح كل يوم، نختار لكم مجموعة من الأخبار الصادرة في الصحف المحلية. نختار لكم اليوم أو اخترنا لكم اليوم بداية خبر من جريدة العرب حول قطر الخيرية، والتي أطلقت مبادرة مهمة الإنقاذ لمساعدة متضرري كورونا، حيث أطلقت قطر الخيرية مبادرة تحتوي اسم مهمة الإنقاذ بالتعاون مع مبادرات شبابية قطرية ضمن حملة التصدي لفيروس كورونا، لنداء الإنسانية التي أطلقتها للمساهمة في مساعدة وإنقاذ حياة الآلاف من المتضررين من جائحة كورونا حول العالم، وذلك ترجمة لأهدافها ودورها الإنساني في مساعدة المحتاجين وإيمانا منها بضرورة التضامن مع المجتمعات التي تتعرض للكوارث والأزمات. يتكون فريق الإنقاذ الذي يهدف إلى جمع 1,000,000 ريال قطري لمساعدة متضرري كورونا من 7 مبادرات شبابية، وهي مبادرة 974، سند شباب 22، خلقي بوصلة المستقبل، بالإضافة إلى مبادرة مستقبل أخضر وإنتو أملنا. دائما ما كانت قطر الخيرية سباقة في الشأن الإنساني بدعم منكم أنتم أولا مشاهدينا الكرام أهل الخير في دوحة الخير، وهذه المبادرة تهدف لتمكين الفئات الأكثر ضعفا من تجاوز هذه الظروف الاستثنائية خلال جائحة كورونا، ودعم القطاع الصحي في 34 دولة حول العالم للصمود أمام هذا الوباء والحد من انتشاره. نحن نضم صوتنا أيضا لقطر الخيرية لدعوة أصحاب الأيادي البيضاء منكم مشاهدين الكرام إلى الإسراع والانضمام والمشاركة في مهمة فريق الإنقاذ من خلال التبرع العاجل لهذه الفئات المتضررة والتي تعاني بسبب التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، سواء عبر الموقع الإلكتروني لقطر الخيرية أو عبر الرسائل النصية المخصصة لقطر الخيرية. الخبر التالي من جريدة الشرق وبعنوان الإرث تنظم لقاء إعلاميا للحديث عن ثالث ملاعب مونديال 2022. نظمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على المنصة زوم لقاء إعلاميا بحضور نجوم وسفراء اللجنة للحديث حول الكشف عن ثالث ملاعب مونديال قطر 2022، ملعب المدينة التعليمية، حيث تواجد كل من نجم المنتخب القطري السابق لكرة القدم مبارك مصطفى السنياري والإعلام القطري محمد سعدون الكواري. قال النجم العنابي السابق إن قطر تسير على الطريق الصحيح في طريق استضافتها للحدث العالمي الأهم على الإطلاق، لا سيما وأن الجميع في الدولة يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنجاح هذا الحدث، خاصة في مجال إنشاءات الملاعب، فالعمل يسير بشكل مثالي. وخير مثال على ذلك الكشف عن جاهزية ثالث ملاعب المونديال، وهو أمر يحسب لقطر في إطار حرصها على الانتهاء من جميع الأمور قبل ميعادها والوفاء بموعدها بأن تكون نسخة 22 استثنائية. طبعا دولة قطر تولي اهتماما خاصا وكبيرا فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم 2022، قطعت شوطا كبيرا حقيقة في تجهيز ملاعبها المونديالية. حتى الآن ثلاث ملاعب تم الانتهاء تماما من الأعمال بها، والعمل جاري على استكمال كافة الملاعب المتبقية قبل موعد المونديال. دعونا لا ننسى أيضا أن دولة قطر في مصاف الدول، سواء من الدول المنظمة أو المستضيفة للمحافل والأحداث الرياضية العالمية بكافة أشكالها، من مجعل من قطر ومن اسم قطر واستضافتها لأي بطولة هو دليل على نجاحها. طبعا نتمنى التوفيق لجنة المشاريع والإرث فيما تبقى من أعمال، وإن شاء الله سيكون أفضل مونديال على الإطلاق. جريدة الشرق اخترنا لكم منها عنوان متاحف تدعو مبدعي قطر ليكونوا جزءا من عائلة مشير بسبعة، حيث وجهت متاحف قطر دعوة مفتوحة لجميع المبدعين في قطر ليكونوا جزءا من عائلة مشير بسبعة والاستفادة من شبكة متكاملة من الموارد والفرص التي يوفرها المركز الإبداعي لمساعدة مبدعي قطر على الاتصال بالعالم. تأتي هذه الدعوة في إطار حرص متاحف قطر على تعزيز المسار المهني للقطريين العاملين في الصناعات
إبداعية، لا سيما التصميم والأزياء وتدريب رواد الأعمال الطموحين في المجالات الإبداعية، فضلا عن تحفيز الإبداع لدى الجمهور على اختلاف أعمارهم وخلفياتهم من خلال المعارض والعروض والأفلام والبرامج التعليمية والنقاشات العامة، وهي الأهداف التي أنشئ من أجلها مركز مشيرب 7. طبعا مشيرب 7 هو عبارة عن منصة للتصميم والابتكار وريادة الأعمال، ومساحة لكل مهتم بالصناعة الإبداعية سواء كانوا من الهواة أو من أصحاب المؤسسات والشركات. هو أيضا حاضنة للمصممين الأكثر رسوخا في المجال والذين يتطلعون إلى توسيع أو توسيع نطاق أعمالهم بشكل جدي، إلى جانب العمل المشترك مع الخبراء الذين يقدمون تدريبات وورش عمل للمواهب الناشئة والعروض الأخرى التي تلبي احتياجات المصممين. هذا الصرح ما هو إلا تطبيق لرؤية سعادة الشيخ المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر لمواصلة دعم وبناء النظام البيئي الإبداعي في دولة قطر في جميع مراحله وجوانبه، ولتزويد المصممين بالدعم والأدوات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. دعونا نذكر أصحاب الأنامل المبدعة ومن يجد فيه الموهبة التي تخوله للمشاركة ويريد أن يسقلها سرعة التسجيل، حيث تم تحديد الموعد النهائي لتلقي طلبات الانضمام للمركز في 18 من الشهر الجاري من خلال إرسال السيرة الذاتية وشرح موجز عن التصاميم والأعمال والمنتجات الفنية التي قام بها هذا الفنان أو المبدع أو صاحب الطلب، وذلك لتبني هذه الأفكار ودعمها حتى تصل للعالم أجمع. نتمنى التوفيق للجميع. الراية عنونت في صفحتها المحلية تطبيق نظام فحص كورونا لكبار السن في المنازل، فضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وحرصا على سلامة جميع مراجعي المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وخاصة كبار السن، ستقوم خدمة الرعاية المنزلية التابعة لإدارة الرعاية المستمرة والمتكاملة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية بتطبيق إجراء الفحص الطبي الخاص بمرض أو فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 عن طريق أخذ مسحة من الأنف والفم في أثناء الزيارة المنزلية. في هذا السياق تؤكد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن خدمة إجراء الفحص في المنزل الهدف منها هو الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بالفيروس، وذلك لتحويلها إلى الجهات المختصة لتقديم العلاج المناسب والصحيح والمتابعة الدورية من قبل الفريق الطبي. إذن أبائنا وأمهاتنا الموجودين في المنازل حاليا، مؤسسة الرعاية الصحية ممثلة في مراكزها الصحية المنتشرة في كافة أنحاء الدولة راح يطرشون لكم لحد البيت فريق طبي متخصص لأخذ مسحة من الأنف ومن الفم لإجراء تحليل أو فحص كورونا كوفيد-19. قبل الزيارة راح تجيكم رسالة نصية على الهاتف أو على الهاتف المسجل في الملف الطبي بتحدد معكم موعد الزيارة. زيارة المنزل راح يجي هذا الفريق المتخصص لأخذ المسحة لتحديد وعمل الفحص حول ما إن كنتم لا قدر الله مصابي بفيروس كورونا. هذا الإجراء الهدف منه أولا الكشف المبكر عن الإصابة وتحويل المصابين للأخصائيين والمختصين لأخذ الرعاية الطبية اللازمة. طبعا هذا الإجراء أولا لسلامتكم، وثانيا دعما لجهود الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية والداعية لبقاء فئات معينة وعلى رأسهم كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة في المنزل تفاديا لإصابتهم وانتقال العدوى إليهم لمرض كورونا كوفيد-19. الخبر التالي من جريدة الوطن والآيزو لمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية، حيث حصل معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر على شهادة آيزو العالمية في معايير إدارة الجودة ISO 9001-2015، وذلك لأول مرة، الأمر الذي يعد إنجازا مهما على صعيد التميز والالتزام بالمعايير. تبين الشهادة التزام المعهد بالجودة والتحسين المستمر والتركيز على العملاء وإدارة المخاطر والمطابقة مع الأنظمة
واللوائح. هذه الشهادة مشاهدينا الكرام والتي حصل عليها المعهد من قبل شركة بيرو فيريتاس، هي مجموعة عالمية متخصصة في الكشف والتحليل والمراقبة ومنح شهادات المصادقة للمنتجات والبنى التحتية من مبان ومواقع صناعية ومعدات وبواخر وما إلى ذلك، بالإضافة أيضا لأنظمة الجودة بالاستناد إلى معايير إلزامية أو طوعية اعتمدها بالتأكيد معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية ما خوله للحصول على هذه الشهادة أو شهادة الأيزو العالمية، حيث حرص منتسبي المعهد والهيئة البحثية والإدارية على اتباع معايير الجودة. وأيضا نوه المعهد بإسهامه خلال السنوات الأخيرة في إمداد صانع القرار السياسي في قطر ببحوث عالية الجودة تجاه كافة القضايا الوطنية والإقليمية وتعامله بشكل منظم ومنسق واحترافي مع التحديات البحثية التي فرضتها ظروف المنطقة وكذلك ظروف العالم المحيط بنا. هذه كانت جملة من الأخبار المختارة لكم مع صباح يوم الخميس. نتمنى لكم إجازة أسبوع سعيدة لجل قطر ولجلنا جميعا. خلكم بالبيت، عودة الآن إلى الزملاء في استوديو فايز الضحى، فتفضلوا. يعطيك العافية أكيد الزميلة إيمان الفايز، وذكرتين أن اليوم الخميس، لأن الواحد صار ما يفرق ما بين الأيام، إلا أن فعلا الواحد يستمتع. يمكن ما تكون عارف الأيام، لكن بالعكس في المقابل، هل أنت في قاعد تكون سعيد؟ تفرقين بين الأيام؟ إيه؟ في دراسة حق الأيام؟ لا. حلو، من ضمن الأخبار الحلوة يعني اللي فعلا قاعد تحسسنا أن قاعد نمر في هذه الأيام، قاعد نمر في شهور معينة، اللي هي الإجراءات اللي هو رفع القيود. رفع القيود. ومنها أيضا فتح المجمعات التجارية قريبا. وعودة الحياة بالتدريج. صح، يعني منهم أيضا كتارة، مدير عام كتارة الدكتور خالد السليطي قال أنه يوم الأربعاء اللي هو أمس افتتاح الشارع التجاري في كتارة، من ضمن الأخبار الحلوة اللي هي 21 هاي ستريت. وتشغيل أيضا التبريد مع دخول فصل الصيف. يعني أروح أمشي هناك؟ ما يمنع، بس الجو بارد للضرورة، أنت محتاجة تشترين شيء مهم ناقصك يعني. لا لا، طول هالفترة احنا ما نشتري، ميودة فلوسي وعندي اقتصاد مقتصدة، الحين بيفتحون المجمعات اللي يمعتهم خلال الثلاث شهور بروح أصرفهم. حلو. وفصل الصيف أيضا يختلف من ناحية الرياضة، من ناحية التسوق، نحتاج إلى شيء يبرد علينا، فأنا ذكرت أنه عندهم اللي هو تشغيل اللي هو أجهزة التبريد عندهم. بالتالي نروح بالنسبة للأرصاد الجوية ونصبح بالخير على الأستاذة أمينة الملة ونقول لك صباحك سعيد. صباح النور، يا مرحبا. مرحبا، تفضلي. أجواء حارة خلال فترة النهار مع درجات حرارة عظمى تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة مئوية، والصغرى تتراوح ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية على مختلف مناطق البلاد. تكون الرياح السائدة لليوم شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة. وعن الحالة البحرية تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 عقدة مع هبات تصل 20 عقدة على المناطق الشمالية. ارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 إلى 4 قدم ويصل 6 قدم على المناطق الشمالية. ومن المتوقع بمشيئة الله عودة نشاط الرياح الشمالية الغربية المعرفة خلال هذه الفترة بالبوارح، والتي تتميز بنشاط الرياح خلال فترة النهار، ويشمل التأثير معظم مناطق البلاد بالإضافة إلى البحر. وتكون سرعات الرياح خلال هذه الفترة ما بين 15 إلى 25 عقدة مع هبات تصل 35 عقدة أحياناً، مما يؤدي إلى إثارة الغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية لتصل إلى 2 كيلومتر أو أقل على بعض المناطق، وأيضا تؤدي في ارتفاع الموج ليكون ما بين 4 و 8 قدم ويصل 12 قدم أحيانا. وبذلك نرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر وتجنب كافة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة. هذا والله تعالى أعلم. شكرا للأستاذة أمينة الملة. وأيضا احنا نذكركم أن الجو وايد حار، الشمس حارة، لا تخلون عيالكم فترة طويلة في برك السباحة على أساس أنه ما تصيدهم ضربة شمس. أكيد. وفن التعامل مع كل فصل
لابد يكون موجود. في ناس تستمتع بالرسم، في ناس لا زالت تحب الخزف، يعني رغم تغير الجو أو الأزمنة لأنهم متمسكين بهذه العادة. لكن من قطر إلى أوزباكستان نشوف بالنسبة لي عبارة عن أدوات وأيضا حرف مصنوعة عن طريق يعني الطين، ويتم استخدام النار في تشكيلها، الفخار أو الخزف في هذا التقرير. تعكس صناعة الخزف والفخار في أوزبكستان أصالة التراث كسائر بلدان الشرق القديمة، إلا أن هذه المهنة تضررت كغيرها من المهن المعتمدة على التجارة السياحية بسبب الإغلاق الصحي. ورغم ذلك يواصل بعض الحرفيين إنتاجهم في أجواء تفاؤل بعودة السياح وانتعاش اقتصاد البلاد. وتعتبر صناعة الخزف والفخار من الحرف الرئيسة في أوزبكستان، وهي جزء غير ملموس من تراثها الوطني، وقد كانت قديماً واحدة من أكثر الفنون المنتشرة في جميع مدن وقرى البلاد. هذه الحرفة تقوى ويزداد الإقبال عليها مع قوة النشاط السياحي الذي يعتبر مهماً جداً بالنسبة للحرفيين في تأمين قوتهم اليومي. طبعا احنا شفنا معاكم في هذا التقرير الجميل بعض الحرف اليدويه، واهمها هي حرفه الخزف في اوزبكستان. مو بس في اوزبكستان، في كل دوله تتميز بحرفه يدويه معينه تمثل هي الهويه لهذه الدوله. طبعا الحرف التقليديه لها دور كبير في تعزيز الهويه الوطنيه، حيث تعد الحرف اليدويه في اي بلد من دول العالم مقياسا للتطور وتطور الدولة، الشعوب أو الدولة والمجتمع. الشعوب فعلا تطورها فكريا وإبداعيا، بتلاقي هذه الدول لها طابع معين. يعني احنا لو بنشوف شنو الحرف اللي موجودة عندنا في قطر، لو بنلاحظ في مهرجان البحري السنوي الذي يقام في كتارة، بلاقي هناك كثير من الحرف اليدوية من دول كثيرة صح. وبالتحديد المجال بالضبط مجال لا لا مو المجال، أنا بقول لك الحرف اليدوية حق قطر تمثل الواجهة القطرية، الثقافة القطرية. فعلا احنا اليوم معانا مستشارة ثقافية جدا مميزة في كتارة، هي سلمى النعيمي. راح نتكلم أكثر عن هذه الحرف مع الأستاذة سلمى النعيمي. صباح الخير أستاذة سلمى. يا هلا، صباح النور، يا هلا، مرحبا فيكم، حياك الله معنا في برنامج فيضحة أكيد. ونتكلم في البداية عن هذا الدور اللي لابد يكون حاضر خلال هذه الفترة، ولما نتكلم عن الهوية الوطنية يعني قد تتغير علينا الأزمنة، ندخل في عصور جديدة أو تطورات حاصلة، إلا أن في دولة قطر على وجه الخصوص شلون ممكن نعكس هذه الهوية للعالم اليوم؟ بداية لازم نعرف أن الحرف اليدوية التقليدية هي أحد عناصر التراث الهامة في أي مجتمع من المجتمعات. يعني الحرف اليدوية التقليدية هي نظام قائم بذاته يخدم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً. للحرف اليدوية في أي مجتمع من المجتمعات دور كبير، يعني لا تنحصر أنها هي على أنها مجرد منتج يدوي فقط، لا، هذه الحرفة يعني فيها صبغة الوطن، فيها صبغة البلد، هوية البلد. إن جيت الزخارف فهي تلقاها زخارف مشتقة من البيئة المحيطة بالمجتمع نفسه. مسميات الزخارف اللي موجودة في المنتج الحرفي هي موجودة في المجتمع نفسه، مثلا
في عندنا الكازوة، في عندنا مثلا الشمسيات، في عندنا مثلا ضروس الخيل، في يعني كثير من هاي المسميات في حرفنا اليدوية تحديدا مستقى من بيئتنا اللي احنا نعيش فيها في اي دولة من دول العالم. استاذة سلمى، هل يعتبر تعتبر الحرف اليدوية هي تاريخ للدولة؟ يعني أنا ممكن أعرف تاريخ هذه الدولة من خلال هذه الحرف، وهل فعلا هي الواجهة المستقبلية للدولة؟ شوفي، شيء طبيعي أن الحرف اليدوية التقليدية كمنتج في كل دولة من دول العالم هي موجودة، يعني هي اقتصاد قائم بحد ذاته. يعني كانت في السابق الحرف اليدوية التقليدية هي منتج يدوي يخدم الحياة اليومية للإنسان، يعني ما كانت أصلاً تجارة، هدف التجارة أو المتاجرة فيها، لكن هي حرف يدوية لاستخداماتنا اليومية. مثلاً تشوفين اللي تخيط الملابس وتطرز الملابس، كانت تخيطها وتطرزها لأسرتها. مثلاً تشوفين اللي مثلاً اللي يسوون المراكب التقليدية أو يصنعون المراكب التقليدية كانوا يصنعونها ويجهزونها للغوص. صحيح. فكان المنتج الحرفي اليومي هو لاستخداماتهم اليومية، ما كان بغرض المتاجرة. لكن نشوف الدول المتطورة كيف أنها حافظت على هذه الحرف ودخلتها في إطار منظومتها الاقتصادية، من حيث عمل الأسواق السعودية، مراكز التدريب وتأهيل الحرفيين، كيف أن هذا تستخدم الحرف اليدوية في عملية الجذب السياحي، سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. فالحرف اليدوية تلعب دور كبير في عملية تنشيط الواجهة الاقتصادية والسياحية والثقافية لدولة قطر. صحيح. أيضا كان لك أيضا محاضرة قدمتيها بخصوص هذا الموضوع مع الملتقى القطري للمؤلفين، وأتوجه لك التحية أيضا مدير الملتقى القطري للمؤلفين مريم ياسين الحمادي، وتؤكد أيضا في المقابل على الدور الثقافي اللي تقدمينه، وأيضا تدعوك للمزيد من الإبداع. نتكلم اليوم عن هذا الجانب، شلون ممكن أعكس ثقافة البلد عن طريق الحرف اليوم؟ طبعا باعتباري احد الاشخاص اللي مهتمين بالحرف اليدويه التقليديه في دوله قطر، واللي من خلال منبركم الاعلامي هذا اناشد كثير من المؤسسات الثقافيه والاجتماعيه في الدوله ان هي تسلط الضوء وتهتم اكثر بالحرف اليدويه التقليديه. يعني فعلا هناك في اهتمام كبير بالتراث بشكل عام، وانتم تلاحظون هذا الاهتمام. صح. في كثير من مظاهرنا الاحتفالية بالتراث، ولازم يكون التراث متواجد في كل مناسبة. وعززنا هالشيء أيضا من خلال الفعاليات التراثية، الجرنقعو، هي هاي الأمور كلها ولله الحمد. لكن أنت عند موضوع الحرف اليدوية التقليدية، هناك في قصور في عملية الاهتمام بحرفنا اليدوية، خاصة وإن هي قاعدة تندثر. فنتمنى إن شاء الله من المسؤولين إن هم ينظرون إلى هذا الجانب، حرفنا اليدوية التقليدية، طالما أن هناك في ناس مثلي وفي حرفيين ما زالوا متواجدين عندهم القدرة وعندهم الاستعداد إن هم يديرون مثل هذا العمل، يديرون مثل هذا الثقافة المعينة مثل الحرف اليدوية التقليدية، أو الاهتمام بالحرفيين نفسهم، أو وضع الخطط والبرامج لإحياء هذه الحرف اليدوية مرة أخرى في المجتمع. نتمنى من هذه المؤسسات دعمني وتدعم المهتمين بالحرف. أستاذة سلمى، اليوم ما في بيت في قطر ما يخلو من السدو. نعم. الاهتمام بالسدو، الاهتمام بهذه الشيء ذي، أنت شلون تشوفينه؟ اتفقي عموما بشكل عام، سواء حرفة السدو أو أي حرفة موجودة عندنا، إذا ما كان هناك في لها اهتمام من الحرف نفسها واهتمام من المؤسسات الثقافية في الدولة، ما راح تنمو.
لذلك احنا نحتاج ان احنا ندعم الحرف نفسه، الحرف اللي يزاول هذه المهنه. وعمليه احياء هذه الحرف يعني ما راح يعني موضوعها مش سهل، ان احنا مثلا نقول والله احنا راح نعمل دوره، او ان احنا مثلا نعمل مهرجان ونعرض هذه الحرفه في المهرجان فقط. لا، لازم يكون للحرف اليدويه التقليديه خطط استراتيجيه لاحياء الحرف بشكل عام، سواء حرفه السدو، سواء حرفه الزخرف الجبسية، سواء الفخار، الحلي، الحفر على الخشب، الصناديق المبي، كل الحرف القطرية اللي موجودة عندنا محتاجة دعم، مش فقط حرفة السدو. اي فعلا هذا كمثال يعني موجود، يعني كل دولة مثل ما ذكرته بأن فعلا تتميز بحرف موجودة، لكن سؤالي بخصوص أنه سياحيا احنا نروح لدول معينة علشان نشوف الأشياء اللي تميزون فيها وممكن نشتري الأغراض إذا كانت حاضرة، بالتالي شو ممكن ينعكس سياحيا على البلد؟ طبعا شوف احنا نقدر نحيي حرفنا اليدوية ونخليها متواجدة في كل مناطق دولة قطر. من اول ما يوصل السائح الى دولة قطر ممكن انه يشوف هذه المظاهر، مثل ما قلت لك الحمد لله الدولة مهتمة بالتراث بشكل عام، يعني تشوفه في العمارة التقليدية الان لابد من وجود البصمة، المتاحف، الاسواق، صحيح، في الأسواق، حتى في جامعاتنا، حتى في مبانينا الحديثة، إلا ما تلقى جزء من الزخارف التقليدية موجودة في حتى في مبانينا الحديثة. هناك اهتمام، اهتمام كبير واهتمام جبار من الدولة في هذا الأمور، لكن احنا نتلمس النواقص. يعني مثلا احنا في المؤسسة العامة للحي الثقافي يعني مشكورين جدا ان هم مثلا يتلمسون النواقص في التراث، فهم عندهم هناك إدارة للبحوث. مثلا إحنا كلجنة تراث نحاول إن إحنا نجد النواقص في بعض الأمور، مثل عندنا إحياء التراث الموسيقي في دولة قطر. أي نعم. قمنا بإنشاء جائزة كتار لفن النهمة. طبعا مثل ما هو معروف إن فنون البحر من دثرة. بالضبط، صحيح. فواجبنا إحنا كمسؤولين عن التراث إن إحنا نتلمس جوانب النقص في تراثنا ونحاول نحييها. ومخصصين في مبنى كتارة، يعني تحت الإطار في مبنى من أقل من سنة موجود للحرف اليدوية بجانب جبهة كتارة. نعم. إيه؟ نعم، هذا جزء من دعم المؤسسة العامة للحي الثقافي للحرفيين. طبعا الحرفي محتاج دعم، إذا ما كان لقى فيه جهات تدعمه راح يتوقف. صح. فإحنا نحاول جاهدين على قدر الإمكانيات المتاحة لنا ان احنا ندعم الحرفيين حتى لو باماكن عرض منتجاتهم. حلو، لان فعلا استاذه سلمى احنا لاحظنا السنوات الاخيره الحرفيين عندنا كلهم من كبار في العمر، يعني الله يعطيهم الصحه والعافيه، لكن وين الجيل الجديد؟ الاهتمام بهذا المجال، حتى لو يكون في تعاون بين مؤسسه كتاره، مؤسسه الحي الثقافي كتاره، وايضا وزاره التعليم والتعليم العالي، في ان بعض هذه الحرف تدرس او يعني تعلم في المدارس، لان احس انه لازم يكون في جهات كثيره لازم تكون متعاونه، ما يكون في جهه واحده، اليد واحده ما تصفق، عشان ننشئ فعلا جيل يعتز بهويته ويعتز ايضا بالعمل اليدوي. احنا محتاجين جيل فعلا يعمل بيده، خاصة وإن اعتبار الحرف اليدوية التقليدية هي الآن تمارس كفن. يعني مثلا لديتي حق الصناديق المبيتة، تشوفين الزخارف الجميلة اللي فيها، لديتي حق السفن التقليدية تشوفين التصميم المميز فيها، لديتي للزخارف الجبسية تطريز الملابس وزخرفة الملابس، هذه كلها تعتبر فن. الآن في وقتنا الحالي ممكن هذه تدرس في الجامعات، صحيح، تدرس في المدارس التعليمية، وممكن احنا ننقل ثقافتنا وهويتنا وتراثنا الخاص فينا كقطريين الى هذا الجيل، ونعزز فيه روح الهويه والانتماء للوطن. فعلا كل الشكر لوجودك اكيد استاذه سلمى نعيمي، مستشار ثقافي في كتاره، على جهودك وعلى ما تقدمه كتاره كملتقى للثقافات للعالم وليس لقطر اليوم. فمن الاستاذه سلمى ومن ملتقى الثقافات كتاره نقول ان الواحد لابد ان تصرفاته ثقافته كفرد تعكس ثقافه مجتمعه، بالتالي ممكن ان انا اعرف
اللي خلف الشاشة إذا كان يتابعني من بلدة أخرى ممكن يعرفني عن طريق لبسي، ويعرف ثقافة الدوحة شلون عن طريق القنوات الإعلامية وغيرها. بالتأكيد محمد، ونرجع نقول الدولة مشكورة ما قصرت، عززت الكثير من الهوية في أبنائنا من مسميات بروة وكروة، المسميات هذه اللي صح. فعلا عيالنا بدأوا يحفظونها ويعرفون إيش شنو هي من الأساس، يعني مو بس الحفاظ على المباني والزخرفة وكذا، أيضا في المصطلحات القطرية من أسماء المدن، من أسماء المؤسسات والشركات اللي بدأت تتغير إلى مصطلحات قطرية بحتة. ولما نقول مصطلحات معناته هذه المصطلحات نتمنى أنها ما تندثر مثل ما يتم التمسك فيه يعني فيها عن طريق المباني، أيضا نتمسك فيها بداخلنا وبأرواحنا من أجل هذا البلد. فاصل صغير وراجعين إن شاء الله. صباح الخير مجددا، ورجعنا لكم في برنامج فيا ضحى. تكلمنا قبل الفاصل عن تعزيز الهوية من خلال الحرف اليدوية، لكن احنا بنتكلم في الفقرة الثانية ايضا مع زميلي محمد عن الشراكات ما بين المؤسسات وما بين وزارة التعليم، وشراكة مبادرة او مسابقة نجوم المدارس اللي تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي. أكيد. لكن احنا قبل ناخذ الاتصال والمكالمة ايش عندنا؟ نشوف هذا التقرير عن هذه المسابقة ونرجع نشوف ونرجع لا ما بنشوف لا احنا نرجع يكون عندنا ضيف في هذه المسابقة. أكيد. ان شاء الله ان شاء الله. شارك في مسابقة السالفة فيها جوائز، حبينا مع وزارة التعليم والتعليم العالي يكون في مشاركة لطيفة متغيرة جديدة، فجات فكرة مسابقة الأفلام، وإحنا سعيدين أننا قدرنا نطلقها في ويكون الموضوع الأول فيها موضوع متعلق أيضاً بالأزمة اللي إحنا عايشين فيها بس بجانب إيجابي. بس بيكون مكتوب تكنولوجيا. احنا نعلن عن المسابقة هذه اللي هي في النهاية راح نستكشف من خلالها مواهب الأطفال او ابنائنا الطلبة في تصويرهم للأفلام القصيرة. هم كان لازم يصورون في المنزل، صاروا يصورون نفسهم هم سواء ممثلين سواء قصة او في فيلم دوكيومنتري وثائقي، واستخدموا كل شيء موجود في البيت مساعدة اهاليهم. الأفلام القصيرة هي مستقبل الإعلام الجديد. أشكر كل الطلاب وكل الأهالي اللي شاركوا في المسابقة واجتهدوا وفعلاً أظهروا إبداع كبير في الأفلام اللي قدموها، وأتمنى أن هاي العمل يكون حافز للكثير غيرهم للمشاركة في المسابقات المستقبلية إن شاء الله. إحنا سعيدين باستقبال 1200 فيديو مشارك، وكمية الإبداع اللي موجودة في الفيديوهات ممتازة، لكن بإذن الله كل سنة سيكون هناك تطور عن السنة اللي قبل. خليك في البيت. قد نمر في أزمة وأيام قد تكون صعبة على البعض في المقابل، إلا أن في برايت سايد، جانب مضيء نمر فيه، جانب جميل، وهذا اللي لازم عينا تشوفه، يعني الكوميديا اللي تكون حاضرة، السوالف الطيبة اللي تخفف الاسترس، الابتسامة لما نشوفها على وجوه الكل، ولا إيش رأيك؟ بالتأكيد الجانب المشرق، يعني إحنا شفنا التقرير، تبارك الرحمن الله يحفظهم،
اولا التصوير حلو، الاعلان حلو، غير كذي عطوا عيالنا حافز. يعني احنا باكر كمؤسسه قطريه للاعلام هذيلا ممكن يكونون مكاني ومكانك، جيل جديد جميل ان احنا نهيئهم على اساس ان هم فعلا راح يكونون في هذا المكان ان شاء الله في السنوات المقبله. احنا هذا اللي نبيه، انه يكون نجم ولكن بشكل ابداعي جميل، يعني يكون غير عن غيره. يعني لما شفنا من شوي المشهد اللي جمع الطفل مع خلود العمادي، اشوف انه حتى الكوميديا عفويه، عفويتهم وبراءتهم حلوه. ممكن نشوفهم في الدراما مستقبلا. استاذه فاطمه رميحي اكيد نوجه لها تحيه على جهودهم كمؤسسه الدوحه للافلام. الفيلم اليوم قد يكون مدته ثواني او 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 بمثابه نفس ما تشوفين اعلان الفيلم. اعلانات الافلام يمكن تجذبك للفيلم نفسه. ليش؟ لانه وصلوا لك الرساله. وكل جيل هو يقدر يحاكي جيله. يعني بعد نقول بعد 5 أو 10 سنوات أنا لو أجي أتكلم خلف هذه الشاشة ما راح يسمعوني، لأني أنا ما أقدر أوصل أو أوصل أفكار الجيل الجديد. لكن لما يجي جيل، يعني جي واحد من جيلهم، راح يكون في سهولة في التخاطب. أنا أقول في حالة استثناء، هم طبعا متقبلينك في كل زمن. الله يجزاك خير. لكن العبرة أن طريقة توصيل الفكرة، هل أنا قاعد أخاطبهم على عمرهم بلغتهم؟ على بلغتهم، هذا هو. اللغة تفرق أكيد. فإحنا راح نرجع في هذا الموضوع بالتأكيد، ولكن بعد يعني على ما يجهز الاتصال موضوع الرياضة. الصبح اليوم سجلتي غياب أنك ما مارست رياضة. ما رحت، لا لأني لي أسبوع أسبح فما أروح ما أمشي. خلاص تعبانة. خلينا نشوف خالد العامري زميلنا شنو يقدم لنا في هذا الصباح. صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. فقرتنا الرياضية اليوم راح تكون شوي غير عن الفقرات السابقة بالتمارين اللي راح نشرحها لكم اليوم. طبعا التمارين الرياضية بشكل عام يجب على أي فرد إذا يمارس الرياضة لازم يكون هناك تنويع لأنواع الرياضات. يعني ما يصير أنا أتمرن فقط حديد في الجيم أو أتمرن نوعية معينة. التنويع راح أنا أستفيد منه أني أنا أملك جميع عناصر اللياقة البدنية المهمة مثل القوة والرشاقة والمرونة والسرعة والتحمل. اليوم راح أشرح لكم بعض التمارين راح تساعدكم بشكل كبير في زيادة مرونة المفاصل والمدى الحركي للمفصل، بالإضافة إلى قوة العضلة للجزء السفلي مع جزء مهم من عناصر اللياقة البدنية اللي هو التوازن. أول تمرين أني أنا أجيب أي حاجز نفس هذه الحاجز اللي متوفر عندي الحين أو هذه القطعة اللي إحنا أساساً نستخدمها للاستشفاء العضلي، أو أجيب أي حاجز في البيت موجود عندي مسند أو أي ارتفاع، ويكون ارتفاع في البداية ارتفاع جداً بسيط عشان أقدر أطبق التمارين. طبعاً أول تمرين راح أطبقه لكم أني أنا يكون الحاجز على الجهة اليمين وأرفع ريلي بهذه الطريقة، يكون دوران كامل لمفصل الحوض. طبعاً أنا يمكن طبقت التمرين بالسابق فيكون سهل لي أني أنا ما أمسك أي حاجز يساعدني وأنا أطبق التمرين. فإذا أنا قدرت أني أطبق التمرين من غير ما أنا أمسك أي حاجز، أنا قاعد أساعد في زيادة التوازن في الجسم بالإضافة إلى المدى الحركي للمفصل مع زيادة الكتلة العضلية أو زيادة مستوى قوة العضلة عندي في الجزء السفلي. طبعاً إذا طبقت أول تمرين بهذه الطريقة التكرارات والمجموعات على حسب المستوى اللي عندك. أما إذا بغيت أنك أنت تغير في التمرين تقدر بنفس الطريقة، ولكن أنك تودي ريلك اليمين بهذه الطريقة وترجع توديها وتثبت نفسك بهذه الطريقة وترجع تثبت نفسك. حسيت انك ما عندك توازن تسند نفسك على او تيود اي قطعة على يدك اليسار او جهة اليسار عشان تقدر تطبق التمرين بالطريقة الصحيحة. هذه القطعة نفسها اذا وديتها عندي وتكون قدامي مباشرة اقدر اطبق تمرين ثالث عليها اني انا اجتاز القطعة بهذه الطريقة وارجع مرة ثانية الى الخلف بهذه الطريقة، واتم اسوي 10 تكرارات 15 تكرار 3 مجموعات 4 مجموعات على حسب مستوى اللياقة البدنية اللي عندك. أنا يوم أجتاز الحاجز إلى الأمام أو أجتاز الحاجز في جهة اليمين وأقدر أسوي أي تمرين ثاني أني أجتاز الحاجز،
أنا أقوي حوض أو مفاصل الحوض عندي وأزيد المدى الحركي لها وأقوي العضلات المجاورة حتى للمفاصل عشان تكون عندي اللياقة أفضل. يعني أنا ما تكون اللياقة عندي فقط بالجري أو بس تمارين حديد التنويع، راح تعطيك لياقة أكثر وراح تعطيك جميع عناصر اللياقة البدنية المهمة. تمرين ثاني أقدر أطبقه بعد على الحاجز نفسه، أني أودي رجلي اليمين إلى الأمام وأرجعها إلى مكانها بهذه الطريقة. وما ننسى جزء جداً مهم، إذا أنا طبقت 10 عدات بالرجل اليمين أطبق نفس الشيء 10 عدات بالرجل اليسار. ولكن البعض عنده مشكلة بسيطة أنه يقول الجزء اليسار ضعيف، فخلاص أطبق في البداية بالجزء اليسار، أشوف كم تكرار سويت بالجزء اليسار. مثلاً سويت 7 تكرارات لأن عندي جهة اليسار ضعيفة، أسوي نفس التكرارات لجهة اليمين. ما يصير أنا أطبق تكرارات أكثر للجزء الأقوى وأطبق تكرارات أقل للجزء الضعيف، فبهالطريقة أنا أخلي الجزء الضعيف يكون أضعف دوم مع التمارين. فلازم تكون التمارين في جميع الأدوات أو جميع التمارين اللي أطبقها أبدأ بالجزء الضعيف. إذا طبقت في الجزء الضعيف 8 تكرارات أسوي نفس التكرارات حق الجزء القوي، عشان مع الوقت تتساوى عندي العضلات والقوة في الطرفين سواء في اليد أو في الرجل أو في أي جزء من الجسم. هذه التمارين إذا نطبقها على أي حاجز في البيت راح تساعدنا بشكل كبير نفس ما قلنا لكم في البداية لتقوية المدى الحركي للمفاصل مع تقوية العضلات المجاورة للمفاصل وعضلات الجزء السفلي مع قوة العضلة نفسها وزيادة مرونة العضلة والتوازن. ونشوفكم بإذن الله في الفقرات القادمة. صباح الخير عليكم من جديد. بما أن نعيش هذه الأيام فترة خلينا نبتكر شيء جديد، ومنها أيضا التركيز على الجانب المشرق. هذا طبعا شعار المسابقة اللي كنا نسولف عنها أنا وزميلتي حنان وشفنا أيضا تقريرها. لكن نروح بالنسبة لي أحد المشاركين بالفيلم القصير وفاز بالجائزة أيضا بالمركز الثاني، الطالب حمد الرميحي. صباحك سعيد. صباحك سعيد أخوي، حياك الله. أكيد معنا في برنامج في الضحى. مبروك الفوز بالمركز الثاني. الله يبارك فيك. تكلمنا عن المسابقة أو عن الجزء اللي أنت شاركت فيه. هي المسابقة أنا على مثل ما قريت الشروط والقوانين الموجودة أن إحنا نبي نظهر الجانب الإيجابي من الحجر. صح. وفقط باستخدام الأدوات وتصوير داخل المنزل. نقول شنو الجانب الإيجابي اللي أنت ظهرته يعني كصانع محتوى أو كصانع أفلام، لأن هذا هو اللي لابد يكون موجود هالفترة، أن احنا نبتعد عن السلبيات ونشوف الإيجابيات. صحيح صحيح. أنا شفت أنا بما أن المدارس والمساجد والأماكن كلها مسكرة، أن الأبهات والأمهات هم اللي قاموا يعلمون، صاروا المعلمين، صاروا الموجهين حق أبنائهم. أنا حبيت أن أطلع الجانب الإيجابي. يعني صحيح أن المساجد مسكرة، لكن إحنا بعد يعني مدومين مع عيالنا نعلمهم عن الصلاة. شنو هي شروط المسابقة؟ شروط المسابقة أن يعني أن التصوير يكون داخل البيت عشان يبين التزامكم بالحجر المنزلي كصناع أفلام. يعني يصير أنا مثلاً أصور وأشارك باسم ولدي؟ أولياء الأمور يقدرون يساعدون الطلاب أو أبنائهم في التصوير. عاد شلون أنت حين كفنان، لأن صناعة الأفلام فن، شلون قدرت أنك تصنع الفيلم والفكرة اللي موجودة؟ يعني إحنا الحين ما قاعد نشوفها بس نبي نسمع يعني نفس ما تقرأ تيزر الفيلم بالكتابة، فأنا أبيك أنك تشرح لنا فيلمك. أنا فيلمي أنا عرضت فيه أني أنا بنفسي قاعد أعلم عيال أختي إن عن الصلاة وقراءة القرآن. حلو. أنا كنت صليت في بداية الفيلم القصير، أنا كنت أصلي وبعد لقطة ثانية إن أنا كنت قاعد أعلمه عن القرآن، وكنت أنا بطلع الفكرة إن يعني بعد إن أنا كنت أتعلم عن بعد وأعلم اليهال عن الصلاة، وهي الفكرة العامة يعني عن الفيلم القصير. جميل. حمد، كم مدة المسابقة؟ هي كانت من أظن من 7-5. حلو. إذا 9-5. طيب
طيب نتكلم ايضا عن التعليم عن بعد، اكيد اختلفت كثير من الامور خلال هذه الفتره، وفي ناس يعني فعلا ركزت على الجانب المشرق مثل ما نقول، لكن انت شخصيا حمد كطالب ايضا في المراحل الدراسيه، كلمنا عن تجربتك خلال هذه الفتره، شلون في انتاجيه بالنسبه لك؟ واخوي في البدايه كانت صعبه شوي لان احنا يعني ما تعودنا على هالنظام، لكن مع الوقت يعني بعد الدراسه وهذه ان تعلمنا على الطريقه الامور كانت سلسه جدا يعني الحمد لله الكل يعني تقريبا يا بالنسبه معي في الصف يا بالنسبه زينه، وان تعلمنا عن بعد يعني نفس ما كنا احنا موجودين في المدرسه لكن يعني على التوب. تفضل ان يستمر التعليم عن بعد ولا ناوي ترجع للمدرسه؟ بصراحه لا، انا افضل ان نرجع للمدرسه. حلو. بالنسبه لمشاريعك يعني كطالب اكيد لك رؤيه مستقبليه بانك تكون حاضر في كثير من المحافل وغيرها لما تحضر التجمعات ان شاء الله مستقبلا، وين تشوف وجهتك القادمه؟ انا حاليا اركز على صناعه الافلام او الاعلام. صناعه الافلام والاعلام يعني شكله بيدخل كليه في جامعه قطر بسم الله. يعني قريبا تكون زميل معانا في التلفزيون ان شاء الله. باذن الله. باذن الله. في الصيف خططك الصيفيه وين ناوي؟ شو اللي تبي تسويه؟ شو مخطط له؟ انا مخطط هندسه لاني انا في مجال التكنولوجي اللي هو مسار جديد هالسنه، مخطط على هندسه كمبيوتر وبرمجه. طيب شلون بالنسبه شيء على الجنب؟ اي نعم، شلون بالنسبه للدعم اللي لقيته او 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 حصلت عليه من قبل مؤسسه الدوحه للافلام من ناحيه الكرو اللي كان معاك الطاقم، لان اكيد وجودهم يعطيك نفسيا تكون مرتاح لما تشوف في تشجيع من صوبك دعم نفسي، بالتالي شلون انعكس على فيلمك اليوم؟ هو التشجيع يعني هم شجعونا ان احنا نصور ونطلع الافكار الابداعيه، بس اللي يعني التصوير كله انا واخواني المصورين. حمد رميحي الف الف شكر لك، ونقول لك مره ثانيه مبروك، وان شاء الله السنه الجايه تاخذ المركز الاول. وصلنا لختام حلقتنا المركز الثاني. هو المركز الثاني، ان شاء الله السنه الجايه ياخذ المركز الاول. اي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. جميل. وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، اتمنى ان احنا وفقنا في تقديم هذه الحلقه واستفدتوا من المعلومات اللي قدمناها. دمتم بخير وما كنتوا طالما يعني تعيشون تحت هذه الارض، ومع ايضا رفع القيود تدريجيا، تاملوا دائما بان القادم اجمل. حافظكم الرحمن.